مثال نسمعه الآن مما شاع على ألسن الناس أنهم يرددون كلمة كلما في الشرط والجزاء جميعا، فيقولون كلما فعلت كذا كلما وجدت كذا. فلماذا تكرر كلمة كلما وهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويرون أن في القرآن لم تأتي مكررة؟ فالله سبحانه وتعالى يقول كلما أضاء لهم مشوا فيه، ولم يقل كلما أضاء لهم كلما مشوا فيه. ويقول الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها، ولم يقل كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما يعيدوا فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ولم يقل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ويقول الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. والشواهد في هذا كثيرة، عشرات من الشواهد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يتلون القرآن ولا يتدبرونه، فلذلك يقعون في هذه الأخطاء الفاحشة في اللغة العربية.